مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم جميعا بكل خير. نحييكم باجمل تحيه في انطلاقات هذا الصباح، وها هو شوطنا الحادي عشر. اما انطلاقتي بعون من الله تعالى وتوفيقه، شوطنا الحادي عشر والخاص بانطلاقه الحجائج البكار من مسافتنا 3 كيلومترات. هنا بهذا الانطلاقات والتحديات نسير معكم بمسيرة هذا الشوط الخاص بالبكار، ونتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول خطة أحمد بن راشد بن محمد القراعة النعيمي من تأتينا على المركز الأول، ومشارف لسعيد بن مطر بن محمد الرميثي، وهنا القدوم من غالية حمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، وهناك تأتينا فن الغبشي بن السيل بن غبشي الشريفي، وهنا القادمة هنا أيضا مرموقة بهذا الانطلاق حمد بن محمد بن يرامس لوهيبي المنطلقة بتحدياتها الوصول من شامة، حمد بن محمد بن علي أبو شارب من تنطلق على المركز السابع، وهنا الوصول من الريف سعيد بن صغير بن حمود لنيبي من تأتينا ثامنا بهذه الانطلاقة أو سابعا، هناك الوصول من قبل جناح سالم بن محمد بن حزيم الفلاسي قادمة، وأيضا التسلل والقدوم هنا بهذا الانطلاق، هنا الوصول كذلك من عروبة عماد بن غريب بن سعد لنيبي، وعاشر مراكزنا هنا أيضا شعار بن زهرة المنطلقة بهذه الانطلاقات والتحديات الدانة عوض بن خليفة بن محمد بن زهرة لخيلي. هذه هي النتيجة للمراكز الأولى. أعود إلى الصدارة وإلى غالية حمد بن صالح بن حبتور هنا العامري من انطلقت على الصدارة، ولكن التغيير من عروبة ذات في المركز التاسع تتسلل إلى المركز الأول، عماد بن غريب بن سعد لنيبي من تتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة، غالية حمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري ثانيا، والمركز الثالث الريف لسعيد بن الصغير بن حمود لنيبي من تأتينا على المركز الثالث، والمركز الرابع مرموقة هنا حمد بن محمد بن يرامس لوهيبي المنطلقة بهذا الأداء، ووصل أبو شارب مع شامة حمد بن محمد بن علي أبو شارب هنا المري بهذه الانطلاقات هنا بالشعار الغرفاوي قادمة بهذا الأداء المميز الجميل، وتتسلل من مركز إلى مركز من الجانب الآخر. هناك التسللات والقدوم من نوف عبد الله بن راشد بن حليس لقتبي وفن الغبشي بن السهيل بن غبشي الشريفي، والقادمة هنا الوسمية سلطان بن محمد بن حمد الدرعي القادمة بهذا الانطلاق، ومزون سالم بن عبد الخميس اللوهيبي، ولكن الصدارة مع عروبة 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 المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة، عماد بن غريب بن سعد لنيبي المنطلقة بالصدارة بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط، الوسمية سلطان بن محمد بن حمد الدرعي على المركز الثاني، والمركز الثالث نوف عبد الله بن راشد بن حليس لقتبي القادمة بهذا الانطلاق، وعينها على الصدارة عينها على المقدمة والمركز الأول. الله 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 يا القادمة 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 القادمة، هنا محنة مبارك بن محمد بن نصرة العامري قادمة بكل قوة، ولكن عروبة على الصدارة عروبة على المقدمة، ولكن هنا محنة القادمة بكل قوة عينها على الصدارة تبغي النقطة الثانية، محنة مبارك بن محمد بن نصرة العامري، سلام مدينة العين، سلام على هذا الفوز المميز الجميل. عروبة في المركز الثاني، عمار بن غريب بن سعد المركز الثالث، الرسمية من وصلتنا والوسمية لسلطان بن محمد بن حمد الدرعي، وتأتينا هناك شنوف عبد الله بن راهب بن حليس لقتبي، وايضا الوصول على المركز الخامس من وداع هنا لصقر بن هدوب بن سعيد العمري من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجه للمراكز الخمسه الاولى. لنا عوده مشاهدينا الكرام الى التوقيت الزمني ولحظه وصول محنه
إلى الفوز وإلى ناموس معلنة الفوز هنا أيضا بهذا الشوط. مبارك بن محمد بن نصر العامري، تهانينا له وناموس على هذا الأداء، والسلام لأهالي مدينة العين على هذا الفوز. 4:33، 8 من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. المركز الثاني وقدوم هنا منا ايضا عروبه باربع دقائق 34 ثانية، 5 من الاجزاء من الثانيه هنا ايضا عماد بن غريب بن سعد لنيبي، بينما المركز الثالث كانت انطلاقات هناك الوسميه من وصلت في المركز الثاني لسلطان بن محمد بن حمد الدرعي، من وصلت على المركز الثالث قاطعه المسافه ولحظة وصولها إلى خط النهاية هنا مع مخرجنا هنا بهذا الانطلاق. 4:35، 6 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.